اهلا بيكم، معاكم سليم من مهرجان شارقة القراءة للطفل. النهارده معانا سيف ثابت. اهلا اهلا وسهلا حبيبي سليم، الله يسعدك يا رب، وانا تحت امرك باي سؤال حابب تستفسر مني عليه. وانت ايه اكتر اكله اتعلمتها من باباك؟ اكتر اكله اتعلمتها من بابايا العجين، لانه كان المجال شغلنا نحن اكتر شيء بيختص بالعجين اللي بتقولوا عنه الدقيق والمية والخميره والعيار بتاعها، وكان السكر وكان الملح. هذا اكتر شيء كنت انا اول شيء تعلمته من البابايا الله يرحمه. هو ايه اكتر اكله نفسك تطبخها؟ كل الاكل. انا بحب الاكله يلي بتسعد الشباب اللي يلي مثلك، الكيك، الشوكولا، الايس كريم، هدول اكثر اكلات، لانه بحس لما بدي اعملها بتسعدك وبتسعد الجيل اللي مثلك. وبنفس الوقت بننتبه للاكل الصحي وندير بالنا على اسناننا وفرشة الاسنان بعد الاكل، هذا اهم ملاحظات. هو ليه حضرتك فكرت ان انت تعمل مكان على اليوتيوب؟ بداية قناتي على اليوتيوب كانت بعام 2015-2016، كانت بداية الهجرة الأكثر أولاد بلدي اللي هن السوريين، وراحوا انتشروا بكل دول أوروبا ونشرنا ثقافة الأكل العربي. فأنا كنت أعمل وصور هالأكلات هي، وأكثر الناس اللي هنيك عجبها هذا الأكل ولقيت استحسان كبير، فكنت انا اصور واحط على صفحتي على الفيسبوك، فلقيت اخذت اعجاب كبير. فهون الاخوه والاخوات نصحوني انه ليش ما بتعمل هذا الشيء على اليوتيوب، خلي الناس تستفيد. ولهلا القناه الحمد لله بحدود المليون، مليونين سبسكرايب عندي، اضافه لمواقع ثانيه مثل الفيسبوك مثل الانستغرام والتيك توك، كل مواقع التواصل. ليه اخترت اسمك شامل اصيل على اليوتيوب؟ شامل اصيل كان لها قصه، انه انا بحب الشام وبعشق الشام لاني انا من الشام، لاني بحب الشام خليتها يكون فيها رمز للوصفات تبعي، لانه كانت كل وصفاتي، اول شيء كنت اعمل الوصفات اللي بتخص سوريا وبلاد الشام، فاول شيء سميت شام، وكلمه الاصيل انا بحبها لانه فيها الاصاله، وهي الاصاله موجوده بالدول العربيه ونحن عرب وبنعتز باصالتنا. شكرا حبيبي.